أنا اتبرعت لماما ب70% من كبدي. مرحبا، أنا عليا الساطع، عمري 28 سنة، مخلصة تجارة واقتصاد جامعة دمشق وبشتغل ديجيتال ماركتينج، وحاليا صرت بعرف عن حالي أنا تبرعت لماما ب70% من كبدي. كان عمري 26 سنة لما فتت بتجربة التبرع بالكبد لماما، يعني هذا الحل الوحيد لإنقاذ حياة ماما. بصراحة نحن بلشنا بتحاليل لأخي الكبير أول فترة، بس ما زبطت تحاليله لأنه حجم كبده ماله كبير لهو يخلي قطعة بجسمه ويعطي قطعة لماما. قررنا نعمل العملية بالهند بعد بحث طويل. بالظرف يلي كنا فيه ما عاد بتفكر بأي مشاعر، مشاعرك كلها بتوقف، انت بس بدك تشوف والدتك بخير وعم ترجع تبتسم وما تتوجع معك. من تجربتي الخاصة، من أسئلة الأشخاص بعد ما عملت عملية زراعة الكبد، حسيت أنه أنا لازم وعي عن هذا الموضوع، لأنه كانت الأسئلة اللي تجيني كتير غريبة وكتير انصدم أنه معقول نحن لهلأ ما بنعرف يعني تبرع بالكبد. كل الأشخاص كانت تفكر أنه أنا متبرع على ما بالكبد، يعني أنا حاليا بلا كبد. وكتير عالم بعد تجربتي صارت تشفى علي وانه في شيء نقص صار هلا عليا، فكمان هي الشغله حبيت اني وعي عنها اكثر واحكي عنها اكثر. هذا اللي خلاني انا بلش بصفحتي، وهذا اللي خلاني اكثر انه انا فوت بهي المرحله اللي انا وصلت لها هلا، اللي انه انا شارك بحمله التوعيه بالتبرع بالاعضاء بالهند، واللي هن اول مره بيختاروا حدا من الميدل ايست، من الشرق الاوسط. الشيء اللي بدي اوصل له إنه نوعي ونكبر ثقافتنا أكثر عن التبرع بالأعضاء. أنت متخيل إنه جسمك فيه أعضائك، تمام؟ أنت جسمك بعد الوفاة أنت بتعيش 8 أشخاص، فقديش جسم الإنسان بيقدر يعطي حياة لـ8 أشخاص بعد وفاتك؟ فهذا الشيء كتير حلو. بس رسالتي الأخيرة أنه نحن خلقنا بهالدنيا لنكون متميزين. كل شخص فينا الله بيفتح له بواب ليتميز فيها، ليقدر يعطي شيء لهالحياة اللي نحن فيها. فكون متميز دائما شو ما كانت ظروفك، شو ما كانت حياتك. ممكن من ظرف كتير محبط تطلع بشيء كتير أنت مميز فيه.